خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم السبت 27 نوفمبر 2021. عرفتوا شحال من مرة تكلمت على المستشفيات في جهة سوس مرسى والكوارث اللي كتوقع فيهم؟ مستشفى حسن الثاني في أكادير، مستشفى إنزكان، تارودانت، بيوغرا، تيزنيت، ولا شي واحد تحرك. ما كنفهمش وما كتدخلش ليا العقلي كيفاش العمال وسيد والي جهة سوس مرسى ما كيتحركش في هذا الموضوع. لو كانوا غير ما عارفينش نقولوا راه هما يمكن ما عارفينش المشاكل اللي كتوقع في المستشفى، يمكن ما كتوصلهمش، يمكن نتوما كتشوفوا بان جلالة الملك ملك على البلاد، عاهل البلاد، لما كيمشي لشي مدينه اون ديبلاسمون اول حاجه كيدير كيمشي للمستشفى ديالها، كيمشي يشوف ويمشي للخيريه ويمشي يقلب ويشوف اش واقع. الا مشينا بالمنطق ديال منظومة الصحة في المغرب، يمكن العشرين عام اللي جاية كلها غادي نبقاو كنتخبطوا في المشاكل ديالنا. علاش ما كنحاولوش نحلوا المشاكل جهويا وحتى اقليميا؟ علاش ما كيتفهمش ليا شحال من خطرة دويت على مستشفى حسن الثاني، بينت بالفيديو، بينت بالصور الحالة ديالو، اللاموسيات هكاك فيهم البول، فيهم الدم، وكيجيو وكينعسوا مرضى واحد اخرين فوق داك الخنز. المانطات خانزين، يعني المريض خصو يجيب معاه الدواء ديالو، يجيب المانطا ديالو، يجيب ليزار ديالو، يجيب الماكلة ديالو، ويجيب وشنو هذا؟ مابقاش السبيطار هذا، حرام. ولا شي واحد كيتحرك. شحال من خطرة تكلمت، يعني كو غير كان السيد والي جهة سوس مرسى، باش دابا نتكلم غير على مستشفى حسن الثاني، السيد والي جهة سوس مرسى علاش ما كيتحركش؟ علاش ما نجمعش نحط المدير الجهوي الصحة حدايا، نحط السيد المدير ديال مستشفى الحسن الثاني والأطباء، أطقم الصحية كاملة، نجيب الإداريين، أشنو المشاكل؟ علاش هاد السكانير مثلا غير هادي واحد 10 أيام، السكانير ولا الراديو تا هو ما خدامش للناس ديال السرطان، وقالوا لهم سيروا لبرا، وكل واحد كيمشي يدبر 3000 درهم 4000 درهم باش يمشي يدير الراديو ولا السكانير، لأن خاسر، ما عندوش الحق يخسر. ماكينة كاين، نجيبو جوج ماكينات، خاص الراديو خاص هذا، كاينين الامكانيات باش مستشفى الحسن الثاني يلعب الدور ديالو باش يعتق الحياه ديال المواطنين. شحال ديال الناس كيموتوا غير هكاك في هذا المستشفى حسن الثاني. عاودت لكم في كوفيد شحال الناس ماتوا، طاحوا، تقطع الاكسجين، جماع الناس ماتوا بالجمله، ناس كتموت لان الطبيب ما كاينش، لان ليغو ما كاينينش، لان خاص المريض لما يمشي تما يجيب الدواء ديالو، يجيب الحديد، يجيب حتى البلوزه ديال الشيروجيا خصو يجيبها كيكتبوها ليه. غنعاود لكم دابا واحد القصه عاوتاني، داكشي علاش داير هذا الفيديو، لانني عاد خرجت الان من مستشفى الحسن الثاني وواحد الممرض تما عاود لي شي حوايج راه حرام. كتعرفوا كاينه واحد السيده من بيوغرا، بنتها عندها 4 شهور، الله يطولها العمر في هذه الليله هذه، بنتها عندها 4 شهور كتعاني من ضيق في التنفس، عندها صعوبات وفي حاله حرجه، نعسوها في المستشفى ديال بيوغرا، قالوا لهم هزوها عاجلا لسبيطار حسن الثاني. جابتها الام والاب خدام وغادي يقابل لها ولادها، بقى في بيوغرا، دونك الام جات بوحدها، جات لهنا للمستشفى كيقلبوا على واحد السرير في القاعه ديال الانعاش، قالوا لهم الانعاش عامر ما يمكنش، دونك غنحطوه في شومبر عاديه، ودير راه هذا غير واحد الرضيع وما كيتنفسش مزيان، عنده صعوبات، راه كاين مشكل، راه غادي يقدر يموت هذا. حتى شي واحد ما مسوق، ما شغلهمش. اش داروا الام؟ عطاوها سيري جيبي الماسك. واش يعقل؟ مني غتجيب الماسك؟ واليوم السبت. هاد السيده خرجت شدت الطاكسي، شوفوا معايا، شدت الطاكسي من سبيطار حسن الثاني غتمشي للباطوار، من الباطوار غتشد طاكسي بيض لإنزكان، في إنزكان غتشد طاكسي واحد اخر، وهادشي كله غترجع. ملي رجعات قالوا لها هذاك الماسك اللي جبتي ماشي هو هذاك، راه حنا في لوردونونس كتبنا حاجه واحده اخرى. السيده ما عرفاتش شنو الفرق بين هذا الماسك ولا هذا الماسك، لوردونونس عطاتها لهذوك الباغا. عاود شنو غترجع حتى لإنزكان؟ مشات كتقلب في اكادير، شدات طاكسي، دور دور دور، لقات واحد رجعاتو ليهم. لما عطاتو ليهم قالوا لها واحد الدواء خاصك تمشي تجيبيه لينا من السبيطار ديال إنزكان. يا ودي راني عاد جيت من إنزكان، ما عندنا ما نديرو لك، سيري لإنزكان.
هزات عاوتاني شدات الطاكسي مشات للسبيطار د انزكان عاوتاني بحال بحال طاكسي من سبيطار للباطوار من الباطوار طاكسي بيض من طاكسي بيض عاوتاني المهم وصلت لتما قالوا لها هاد الدواء كيتعطى صحيح غير في السبيطار وكاين الطبيب اللي غيعطي لك ما كاينش دابا غترجعي حتى نهار اثنين راه بنتي كتموت راه بنتي ما يمكنش تصبر 48 ساعه وهي ما كايناش في الانعاش وهذا جيت انايا مشيت كنسول كيجي واحد الممرض وكيقول لي سي طوجني الله يخليك هاد البنيه خليها تما على الاقل الام ديالها تبات معاها وتقابلها راه الا دخلناها للانعاش راه تقدر تموت لان ما كاينش اللي غادي يقابلها بالليل لان البيرسونيل قليل لان 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 اوه في الانعاش وما كاينش اللي يقابل اشنو هاد المشاكل اش هاد الفضيحه واقعه يا سيادنا السيد الوالي اليوم كتصرف مئات الملايير على مشاريع كتصاوب جرده كتصاوب جرده بنو زيدون ها الجرده ديال جمال الدره كتصاوبوا طرقان كتصاوبوا بمئات الملايير السيد الوالي وغير 4 5 6 10 المليار ودي حطوها في داك السبيطار حسن الثاني صوبوا سبيطار حسن الثاني الناس كتموت لاش كيصلح الزواق من برا شخبارك من الداخل المواطنين كيموتوا السيد الوالي وانتوما كتسينيو لي بون لي مارشي ولي بون كوموند بمئات الملايير واش ماشي حرام كتعرف واحد السيد حادثه تسير تلاقيتو المهم كيعاود ليا حادثه تسير جابوه للسبيطار لما جابوه للسبيطار عائلته معاه كاينه واحد الميدسان انترن واحد الشابه وعام عليها كلشي الناس في اليورجونس والخمسه د العشيه قسم مستعجلات اللي خصو يكونوا اطباء متمرسين اطباء حريفيه ويكون فيها لما لا بروفيسور لان كاين واحد القرارات اللي كيتخادوا بعجاله ديك الساعه لان حياه المواطن في المستعجلات هي اللي كتحدد فين غيمشي واش هي ولا لا ماشي طبيبه متمرنه يلاه تخرجات ومسكينه هذيك الطبيبه اللي باقا صغيره ما عارفه كيعاودوا ليها ما عارفه فين تحط راسها نادو سجلوها بالفيديو الفيديو ما بغيتش ندوزو وجهها باين البيرسونيل السيده تالفه اش واقع الفيديو فيه 9 ديال الدقائق اش غادي نقول لكم مره اخرى ما كنفهمش السيد الوالي والله ما كنفهمو ما كنفهمش المسؤولين ديالنا هادي 3 سنين وانا كندق ناقوس خطر هادي 3 سنين وانا كنبه هادي 3 سنين وانا كنخبر وانا كنقول راه مشاكل كاينه في سبيطار حسن الثاني راه المواطنين كيموتوا واش كتعرف السيد الوالي والساده العمال بان وكنقولها ديما احدى اسس استقرار البلاد احدى اسس استقرار البلاد هي الصحه هاد الناس هادو لما كيموتوا ليهم داويهم راه الحمد لله اللي راه حنا مسلمين وكتغمقوا علينا وكنتيقوا بالقدر اكثر من القياس اكثر من القياس لان اي حاجه الله بغاه طبيب دار غلط الله بغاه السبيطار ما فيش تجهيزات الله بغاه دونك اي حاجه كاينه الله بغاه اما كانوا مواطنين ديال بصح وتكونوا متابعات قضائيه ويكونوا وقفات احتجاجيه امام السبيطار حسن الثاني كرة تحسن شحال هادي حرام والله حتى حرام السيد الوالي حرام عليكم نخليو المواطنين هاد السيده هادي اللي خدامه كتجري في الطاكسيات شحال جهد هاد الفلوس يكونوا عندها عائلتها كلها كتصيفط قالوا لي عائلتها كتصيفط لها في الفلوس غير باش الطاكسيات سير شري الدواء سير جيب ها هي بقات بلا دواء ها الماسك ها ما عرفت شنو خاص ودابا هادشي عاود لي هذاك الفرملي بان كاين لي فولونتير تما ولي بينيفول بزاف ديال الفرمليه هادوك الفرمليه اللي كيقول لك كاين لي 7 سنين تما هو ما كيتخلصش عاد شنو هو الخلاص هو داكشي اللي كيدوروا معاه الناس واش دابا ملي ندخلوا السبيطار حسن الثاني ما كاينش الدواء ما كاينش الحديد ما كاينش التجهيزات ما كاينش الراديو ما كاينش هادي ما كاينش هادي ومن الفوق خصك تجيب جيبك عامر باش الفرامليه اللي ما كيتخلصوش حتى هما خاص اللي يعطيهم خاص البرونكاردي حتى هو تقلب عليه باش يجي يهز لك المريض في الوقت اللي كاينه صفقه في سبيطار حسن الثاني ب 150 مليون تقريبا غير ديال البرونكاردي باش يحولوا المرضى واش هذا الحماق هذا غادي يخرجوا لنا العقل السيد الوالي
بهذه التصرفات غادي نقول لك تهددون استقرار المغرب. هاد المواطنين كلهم كيسخطوا على البلاد، كيسخطوا على كل شيء في هاد البلاد في الوقت اللي كان كيمكن لك غير باجراءات بسيطه، العلاقات وجمع المليارديرات ديال المدينه، الشركات اللي خداو الصفقات، بزاف ديال الاجراءات، بزاف ديال الحلول اللي كاينه باش نوضوا بهذا السبيطار حسن الثاني، نوضوا بسبيطار ديال انزكان، نوضوا بسبيطاراتنا، ولا هاد المهزله اللي كتوقع فيهم. مهزله. الناس كيموتوا بحال الدبان عادي، سرق زيت هذاك مات صافي الله يرحمه، سير ديه سير دفنوه، والواحد جالس وحنا عارفين بان تحت المسؤوليه ديالك المواطنين كيموتوا، حنا ما مسوقينش بخير وعلى خير، حنا جالسين في مكاتبنا مكيفه عادي وكنسيروا الامور باش ما نقولش حوايج خايبه وكل شيء عادي. راه حرام، حرام في الدين هادشي اللي كيوقع، غتحاسبوا عليه اخلاقيا انسانيا وحتى عمليا. سي ان مونك فلاغون دو بروفيسيوناليزم، لان عينتم في هذا المنصب باش تخدموا، باش تساهموا في استقرار المغرب، باش تساهموا في خدمه المواطن. الله يهدي.